استاذ سيد، ليه بتتحمس لرحيل هذه الحكومه بل ومحاسبتها ومساءلتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نفهم سعادتك ان العلاقه بين السلطه والشعب علاقه تعاقديه بعقد غير مكتوب، اجمع الفقهاء كلهم على ان علاقه تعاقديه، ومن ثم يتنازل الفرد عن جزء من حقوقه وحريته مقابل أن تسوده الحكومة بالعدل والإنصاف وتحقيق رغباته، وهذا لم يحدث من الحكومة المصرية. الحكومة المصرية فشلت سياسيا، فشلت اقتصاديا، فشلت اجتماعيا، حتى ثقافيا فشلت الحكومة المصرية. فلا يجوز يعني أن نرقع في الحكومة المصرية. الحكومة المصرية انتهى دورها ولم تؤدي ما عليها من واجبات. الفشل السياسي بحكم المحكمة الإدارية العليا أصبحت الحكومة غير قادرة على أن تدير البلد سياسيا. يعني أنت شايف كمان بعد حكم تيران وصنافير الحكومة اللي أربكت مؤسسات الدولة وفشلت هذا الفشل السياسي ما ينفعش تقعد؟ حكومة تطمس الحقائق، حكومة تطمس الحقائق التي تؤكد على حق مصر في أمور معينة. هل من الواجب علينا كمجلس نواب أن نبقي عليها؟ هل من الواجب علينا أن نساند حكومة بهذه الطريقة؟ حكومة فشلت في خدمة المواطن المصري، حكومة فشلت في مجالات الصحة، في مجالات التعليم، في مجالات الإسكان، في كل المجالات الاجتماعية الاقتصادية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فشلت الحكومة فشلا ذريعا. فهل من المنطق أن نبقي على حكومة فاشلة؟ مستحيل. حكومة بالطريقة دي هتأدي الواجب اللي مفروض تأديه الحكومة المصرية. الحكومة المصرية لابد على مجلس النواب، على مجلس النواب، لأن هي السلطة سلطة مجلس النواب وليس سلطة رئيس السيد رئيس الجمهورية. سلطة استقالة الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة بعد استجوابها هي سلطة حسب الدستور والقانون لمجلس النواب وحده فقط. الحكومة في نظرنا لم تؤدي البرنامج الذي من أجله أعطيناها الثقة، لذلك لا بد أن الحكومة ترحل. وأنا عايز أحس الحكومة المصرية يكون عندها ثقافة الاستقالة. إنسان فشل خلاص، أنت ليه تكون عيب علينا وعلى رئيس الجمهورية وعلى الدولة المصرية؟ امشي، اعلن فشلك وامشي. أنا مش عارف ليه هم مصرين، يعني مصرين إن يعذبوا المواطن أكتر من كده. المواطن هم ما يعني مش عايز أقول لك حاطين يدهم في جيوبه، المواطن قلعوا هدومه. المواطن خلاص يصرف في كل مكان. في الأسعار، يعني لا، الأسعار تلهب ظهور المواطنين، فكيف تبقى حكومة بهذه الطريقة؟ الصحة، موضوع الأدوية، والوزير الصحة عشان يبيع المواطن المصري والمريض المصري لشركات الأدوية، دي كارثة. وزير الصحة تصل الرشوة لحدود مكتبه ونبقي عليه ونجعله يتفاوض باسم الحكومة المصرية وباسم الشعب المصري مع شركات الأدوية متعددة الجنسيات، هذا شيء لا يطاق. وزير الزراعة فشل فشلا ذريعا. الفلاح خلاص يعني مش لابس هدومه، يعني الفلاح خلاص حتى البيوت اللي الفلاح جرب يطلع منها. ايه الباقي؟ الحكومة فشلت في كل المجالات. شايف كل المجالات فيها فشل، لا يوجد طبيعي انجاز واحد طبيعي يعني. ولا فيه على الارض الواقع احنا ما شفناش ما لمسناش. احنا الاول كنا بنقول عليها حكومه الملاحق، كل نائب يتكلم يديها ملحق، يقول الحكومه تعبانه وظروفها كذا بس عشان ماشي حاله البلد. لكن احنا اكتشفنا ان هي لا فكر ولا سياسه ولا اي حاجه. منتظرين تعليمات، منتظرين تعليمات. وبعدين انا عايز مفكرين، انا عايز ناس يقود البلد، عايز واحد يتبع معاه السلطه ويتخذ القرار ويتحمل مسؤوليته. هذا ما اريده انا.